لاحظت بأن كل المتدخلين ضيوف تاع المؤتمر تحدثوا على المتابعات وعلى الاعتقالات معتقلي الرأي في السجون الجزائرية في 3 سنوات الأخيرة، فقلت يعني دائما هناك مبادرات لحزب سياسي لجمعية لرابطة، على هذه اقترحت بأن تكون هناك لائحة تصدر عن المؤتمر، ولكن إلى جانب المؤتمرين من الأحزاب السياسية ورؤساء الرابطات والشخصيات اللي كانت موجودة كذلك تدعو إلى إطلاق سراح المساجين والكف عن المتابعات القضائية ضد الجزائريين الذين يحاولون ممارسة حقهم بطريقة سلمية من أجل تغيير النظام السياسي القائم في البلاد واللي هو نظام استبدادي.